والحاله خير الحاله بدات كت يعني قلنا هبط شي حاجه تبيع ما بقاش يبيع عشره كما كان شحال هذه يعني الحاله دهورات وكان مع الازمه اللي عايشين فيها في هذه الساعه اللي كتبرد الدنيا عامره انا المرضيه هذا العام هذا وسبحان الله العظيم كل ما كيتزاد العام كل ما كنخافض سبحان الله العظيم البيع والشراء فهمتي كيفاش ونطلب الله سبحانه وتعالى تجول هذه الجائحه نطلب الله عز وجل يرجع البيع والشراء كما كان ويرجع الامور كامله كما كانت والو مرضي البيع والشراء ماشي هو نفس البيع والشراء فهمتي كيف نخافض بزاف فهمتي كيف هذه الساعه اللي كتبرد تبارك الله الدنيا عمر وجبر مين تقول والحمد لله الانسان كما كيقول قليل كثير مقطع والحمد لله على كل حال المرض هادشي اللي كاين الصوره شويه العام ضعيفه ماشي بحال السنين اللي دازوا ان على حسب كل عام العام شويه المرض ما الناس شويه مازمين عاود ثلاث شهور ما خدموش وما جالسين ضروري لازم غتكون شويه في البلاد الله يهزينا الوباء هذا بعدا هو الاولي كيفاش زوج ولا والكليين كيجيو كيتاخروا شويه كما كانوا كيدوا بزاف اليوم كيدوا شويه نص نص ما بقاش الحركه دايره كيف كانت حسب الماده ضعيفه شويه حسب الناس كلشي كتشكى دابا كلشي الناس كيتشكوا من الفلوس الله يهدينا ويهدي الجميع والله يجينا الوباء هذا بعدا راه هاد الاعوام ماشي بحال باقي الاعوام كيتما هاد العام هذا شويه ناقص شي حاجه باقي العام اللي فات راه دابا كانت هاد كوفيد 19 راه كان يكون احسن عاشور اللي كاين في العالم اللي كيكون براني كامل هنايا ناس اوروبا ناس الداخليه ناس المغرب كامل دابا انت كتشوف هادي يعني دوي الناس شي حاجه بقاتي بحال اللي كانت لا من ناحيه العاشور لا من ناحيه مواد الافراح الاعراس يعني مبقاش شي واحد دابا كيجوج مبقاش شي واحد كيسبع قليل ميمكنش تفوت كثر من 100 الناس حدك 50 هذيك البركه اللي ماشي الحمد لله هنا هذا كيتعاون مع هذا وهذا كيخدم مع هذا الله يزول علينا هذا الوباء هذا وصافي وداوينا بدواه الدنيا كتمام كحتى فهمتي فهمتي مع الكوفيد 19 وكذا وهذيك ما كاين والو الدنيا فهمتي حركه فهمتي الله يرفع علينا هذا الوباء وصافي فهمتي طلب الله يرفع علينا هذا الوباء فهمتي هاد كوفيد 19 كيتم العالم كامل فهمتي ناقص الاقتصاد الحركة الحمد لله كيتسمى كل عام والرزق ديالو فهمتي كل عام وهاديك ديالو مرة كتجبر البيع والشراء موجود مرة ما كتجبرش الحياة هي هادي شنو تسمى الناس بزاف مقصحين بزاف الناس ما خرجوش يشريو ما تسخروش فهمت الحمد لله قضي يمشى شنو الرسالة ديالك للمواطن؟ الرسالة الله يدخل علينا هذا السنة الهجرية بالصحة والخير والبركة إن شاء الله ويرفد ربي علينا هذا الوباء وإن شاء الله الله يرزق الصحة للجميع بركة تبارك الله ماشي مزيانة شوية اللهم لك الحمد حنا غنجبرو باش نخلصو متاعنا شوية وهذاك الأمور ماشي مزيانة الحمد لله ونطلبوا الله الخير والسلطات عاملة الواجبات ديالها الحمد لله معقمين معدلين كلشي لأمان الله وحفظه الحركة أنت كتعرفوا الحركة شوية غير هيدا وصافي ماشي شي حاجة السوق عادي ماشي شي حاجة شي رواج ولا شي حاجة الدنيا هاي ماشا كد شي حاجة هيدا غير هيدا بنادم كيروج شي شوية وصافي ما بقاش بحال العادة اللي كان شحال هادي فهمتي العادة هادي الناس كتجي غير تسخر هيدا شوية السخرة وصافي انا ايوا بيع شرا شويه انت كتعرف دابا المسائل حتى العشيه عاد كتربو شويه السلام عليكم باي جزاك الله خير